عشان طيب نبقى عارفين. هو انا بس عايز اوصل لنقطه، اللي بيعدلوا الدستور دلوقتي واللجنه المشكله من اساتذه محترمين وشخصيات لا اعتبارها وكله، فقبلت هذه المهمه ومش شايفه الخطر اللي حضراتكم شايفينه. لا ده حسب ما طلب منها. نعم ما انا حكيت يعني لو طلب منها اعاده النظر في الدستور كانت هتعمل اعاده النظر في الدستور طبعا. ثم شباب الثورة اللي بيخرجوا حتى الآن إلى ميدان التحرير ليس من مطالبهم الأساسية أن إحنا نعمل دستور جديد للبلاد. كان مطلبا في البداية، نعم أنا أعرف أنه كان مطلبا في البداية، ولكن مع الوقت ما أصبحش هو المطلب الملح. فإذا تعاملنا مع المواد الموجودة وناقشناها، حضرتك يا دكتور فتحي شايف أكتر مادة فيها عوار أو محتاجة إضافات وتعديلات إيه؟ أنا شايف إن معظم المواد فيها ملاحظات، يعني زي ما فيها إيجابيات، بس إحنا بنقول الملاحظات لعل البعض يقتنع أو من بيده القرار يقتنع ببعض هذه الملاحظات فتتحسن الصياغة وتتحسن القواعد المنظمة. المادة مثلا على سبيل المثال 75، المادة 75 اللي هي أول مادة من مواد التعديل، شروط الترشح. أيوه حضرتك تمام. هي نسيت ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن هي زي ما حددت حد أدنى للسن كان ينبغي أن تحدد حدا أقصى. هي قصت الحد الأدنى على أساس أن النضج الطبيعي للإنسان هو 40 سنة تكتمل قدراته، وقيست على سن إرسال الأنبياء. وأنا كنت أنا يعني ليه تحفظ على هذا، لأن الرسالة السماوية بخلاف المنصب السياسي، ولكن مع هذا فلنقل أن هذا شيئا جيدا. لكن برضو الشخص العادي بعد سن معينة بتبدأ قدراته في التناقص في دولة لها مشاكل مصر وفي منصب غاية في الأهمية وأعباء جثام، مع الوضع في الاعتبار أنه ممكن يمكث معي 8 سنين. نعم. فلنفرض أنه هو بدأ معي هو سنه 75 سنة، و8 سنين يعني 83 سنة. طب هيقعد ليه؟ مش انت اللي هتنتخبه ده يبقى شخصية جبارة. لا لا ما هو يعني الأربع سنين الأولانيين أنا هختاره، لأنه ما حدش حاطط لي حد أدنى سن. قيل لي والله أصل الأشخاص المطروحة على الساحة يعني بيتجاوزوا سن السبعين. فأنا قلت ببساطة شديدة جدا، يبقى أنت محدد أنت عايز مين من البداية؟ لا غير كده يا فندم، هل آن الأوان أن نبتعد عن الأسماء ونبدأ في النظر للبرامج؟ الموضوع. يعني نحن في الفترة هل لديك السابقة هذه الرفاهية ومتسع من الوقت يا دكتور أن تبرز أسماء على الساحة السياسية، وإحنا الساحة السياسية كانت مخنوقة في مصر سنوات طويلة جدا، فهل لدينا الفرصة ان ينشا او يظهر رموز في الاربعينيات او الخمسينيات عفوا تستطيع ان تطرح برامج سياسيه وتؤثر في الشارع المصري ويلتف حولها جموع وتنتخبها رئيسا للبلاد؟ انا لا ينبغي ان اصادر على المطلوب. انا ارى نعم. ارى انا لو عشنا ماده ماده ولا كله اجمالا؟ لا يعني اجمالا عشان لا الوقت فهيبقى اجمالا. انا يعني يمكن هي دي اكتر ماده فيها ملاحظات. انت تتفق يعني مع الدكتور فتحي؟ انا الحقيقه أنا عندي ملحوظتين تانيين بعد اذن حضرتك. اتفضل خلص الماده. الملحوظه الثانيه، احنا عانينا كتير قوي من ان رئيس الدوله يمكن ان يكون رئيسا للحزب. نعم. وكان ينبغي النص على انه يتعين على الرئيس حال فوزه أن يعلن تخليه عن أي انتماء حزبي لكي يكون رئيس المصريين. هل ننسى أن رئيس الدولة حينما كان يلقي خطابا بوصفه رئيسا للحزب أنه كان يذاع في وسائل الإعلام مرات ومرات؟ هل ننسى اجتماع الحزب في مؤتمراته العامة في المرافق العامة وبالذات في الجامعة، وبعد ذلك يقال أنه لا سياسة في الجامعة؟ إذن نحن نريد أن نتخلص من هذا الميراث البغيض. بس ألا تتفق معي أن ده لأن كان عندك تراث سيء وشيء بتهرب منه فيفرض عليك؟ طب ما في دول في العالم الرئيس يأتي لأنه رئيسا لحزب وبيستمر ويمثل هذا الحزب وتياره، علشان لما يجي انتخابات إذا كنت بترفض سياسات هذا الحزب بترفض هذا الرجل، فأنت بتاخده وبعدين تخلصه من الحزب وانت عارف انه كان الحزب ده اللي جايبه، ليه ما باخدش نظم تانية وبقى عندنا طموح ان احنا نبقى افضل؟ حضرتك دلوقتي التراث الماضي بيدل على ان التجربة فشلت لدينا. نعم. فشلت في كل ده في كل شيء. لا يعني في هذه الجزئية بالذات. نعم. يعني هل ننسى ان الرئيس حينما السابق حينما رشح نفسه قامت بعض الصحف القومية بطباعة برنامج الحزب الوطني على نفق الدافع الضرائب؟ يعني هذا كلام غير معقول. إذن التجربة لدينا فشل. أنا يجب أن أصيغ ما يطابق الواقع
ولا أنبغي إن أنا أقول إنني سأطبق ما يحدث طيب. في هذه الدولة أو تلك وصلت. هذه ما ما هذه ملحوظة تانية طيب. ملحوظة ثالثة، نحن نسمع الآن عن أرقام فلكية عن المليارات التي يحوذها فلان أو يحوذها هي ما زالت في طور الاتهام. أنا أقول نسمع، أنا نعم. قلت أنا أقول نعم. قلت نسمع. أنا نفسي أجنب الرئيس القادم هذا، يعني أنا نفسي أجنبه. أنا كرجل قانون أعرف إن البينة على من ادعى وعلى من يدعي. أنت بتتكلم عن الرئيس تحديدا أي طبعا ما احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك طيب كلها أوكي. على طيب لا أنا فهمت أنك بتتكلم عن كله. لا 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 يا فندم تمام. أنا بتكلم على الرئيس تحديدا. أنا نفسي أجنب الرئيس السابق ذلك، وبالتالي بإجراء غاية في البساطة علينا أن ننص على أن الرئيس حينما يفوز تعلن مفردات ثروته في الجريدة الرسمية، فأعلم حينما دخل هو يمتلك ماذا، وحينما يخرج. والله لو دخل بستين مليار وخرج بستين المليار أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، لكن حينما لا أعلم يعني ثروته المالية ولا ثروته فقط هو أسرته، المفروض هو أسرته طبعا لا أعلم يعني الذمة المالية. وقيل أن الرئيس السابق كان يتقدم، ولا نعلم كان يتقدم بأي إقرار في المواعيد أم لا، على ماذا كانت تحتوي. أعتقد حماية للرئيس، وليس بس حماية لنا، حماية للرئيس ينبغي أن ينص على هذه الجزئية. إذن هناك ثلاث ملحوظات في المنهج. أنا عايز بس حضرتك في هذه المادة أنا عندي ثلاث ملاحظات بس في 75 76 77 مع بعض، لأن هم يتعلقوا بشخص رئيس الدولة. تفضل. في 75 أنا متفق مع الكلام اللي تفضل بيه الدكتور كاملا، لأن هو ده المنطق وده التناسق الدستوري في كل بلد. يعني وبعدين خلفية الحكم المعيارية اللي بيقدمها الدكتور أنا موافق عليها، لأنه هو خلفية مظبوطة سليمة، ما جربناه وثبت خطأ وخلينا نتكلم. يبقى ما يبقاش رئيس الحزب رئيس ليه؟ لأنه ده معناها هنا في ثقافتنا أنه بياخد دولاب الدولة كله في خدمة الحزب الحاكم. تمام. فلازم ده يتلغي، لازم يتفكك. كويس. وكل مطلب الشعب دلوقتي تفكيك الحزب الوطني، مش كل شوية نفكك حزب، وده ضد الديمقراطية. فالمادة دي لازم يتحط كمان فيها تفضل بيه الدكتور وما حددوش. انا بحدد 70 سنة 70 سنة 70 سنة زي ما انت بتقول درجة نضج، في درجة قفول، ده طبيعي. يعني مش فيش حاجة اسمها اشخاص، ما يتحرم اللي يتحرم. هو مصر معدومة، ايه حكاية ان الناس اللي مطروحة، ايه مطروحة دي؟ لا انا ممكن يجيني اي واحد يلائم المنصب وهيبقى اكفأ مما تتخيل من اللي هم مطروحين دول اصلا يعني. ودول يعني في ناس كتير تاريخها اسود يعني في خدمة النظام السابق، برضو هيجينا تاني وعرفنا تاني. ما ينفعش، انا بتكلم بكلام سياسي ما ينفعش. فلازم نحدد 70 سنة 70 سنة ده يبقى حد اقصى ايه، هياخد مدة واحدة لانه مش هتنطبق عليه الشروط مرة اخرى. عند الترشيح لا يتجاوز سنه 70 سنة طبعا. زي ما حد ادنى يبقى حد اقصى. ولا افتحها بقى، انت زعلان ليه ما يجينا شاب عنده 30 سنة؟ مع عبد الناصر ورفاقه كان 35. طب لو كان 66 او 67 يا سيدي كان الوزراء في الحكومات الرئاسيه بتاع 35 و40. لا لا يعني. ده انا بفكر معاك بس بس عايزين ندي فرصه للشباب. فين الشباب؟ لو جه 67 سنة فينجح في الدوره الاولى ما يقدرش يترشح في الدوره الثانيه؟ ما يترشحش خلاص بقى، ما هو تعدى سن شرط واقع منه. شرط واقع منه مش هترشح على مره واحده في الحاله كده، هتنزل بالسن حتى اقل من 60 يعني. ينزلوا يا سيدي، واحنا ما كلنا اكفى ان احنا ندير الدوله. هو في هنا انت مش كفء ان انت تدير الدوله؟ نفسي رئيس شاب في مصر. طيب خلاص يبقى اديها فرصه. الشباب وحسني مبارك لما جه مش كان 54 سنة؟ الله، ايه كان ايه مشكله يعني؟ بس هو طولت معاه بقى 30 سنة، نعمل له ايه؟ ادي واحد. بالنسبه للماده 77 انا معترض برضو ان هو الصياغه الملعبكه دي، برضو نفس القصه اللي وقعنا فيها ان دي كان اطول ماده وسماها الدكتور يحيى الجمل 76. الخطيئة 76 أنا أقصد 76 كويس، مادة 75 قلناها 76 صياغتها رديئة جدا أنا في تقديري، متأسف للجنة يعني أساتذتنا وأفاضل وأصدقائنا لهم كل الاحترام والتقدير، لكن الفكرة فيها إيه؟ أنا عايز شرط واحد بس. طب صياغتها اللي بتقول المادة ما هو كتيرة هنقعد نقرا فيها هنضيع الوقت. هي 76 كبيرة كده، ده صغيرة برضه، يجي 200 كلمة 200 كلمة تقريبا انا حسبتهم من 600. انا عايز اقول ايه؟ ان دي سطرين اتنين بس. ايوه. ينتخب رئيس الجمهوريه والقانون ينظم التفاصيل، قانون ينظم التفاصيل من بين ابناء كذا 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 بشرط توافر ايه ماده كذا. لو خلص ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ الشرط الاساسي اللي هو يبقى في الدستور حتى لو ما اتحطش يتحط في القانون، لان ممكن قابل للتعديل مع الوقت، ممكن قابل للتعديل مع التجربه، قابل للتعديل، مش عادل الدستور كل شويه. نعم. يعني ايه حزب يبقى عنده كرسي في البرلمان ياخد فرصه ترشح للرئاسه؟ يعني ايه؟ مش فاهم يعني. يعني ايه مثلا واحد يقول لك 30 عضو مجلس شعب
يبقى لو خدهم او توفروا لديه ممكن يترشح لرئيس جمهورية. ويعني ايه واحد تاني ياخد 30,000؟ ما ده اخلال بمبدا الدستوري مادة 40 تكافؤ الفرص والمساواة بين الناس. فحد يعني ايه واحد لا عنده واحد حدد يا سيدي حدد مبدا واحد. انا اقترح 10,000 صوت. وعلى فكره 10,000 توكيل رسمي دي مش حاجه سهله عمليا، مش حاجه سهله. ده لانشاء حزب مش لرئاسه. لا يا سيدي، 10,000 توكيل من 10 محافظات دي عمليه. انا راجل ممارس سياسي مش عمليه سهله. ممكن يجي لي. تعرف تشتريهم يا دكتور؟ لا يا سيدي، لا يا سيدي 10,000 لا. طب اللي هيشتري 10 يشتري 30؟ ما احنا المليارات كترت. ما هي برضه اذا كانت المعيار فقط بس ال 10,000 عشان توسع قاعده المرشحين، عشان توسع قاعده المرشحين، ما تبقاش برضه مرتبطه بالقدره على الصرف. ما ال 30,000 دولار و50 و100 هيبقى كذا، فاحنا نوسع القاعده يبقى 10,000. انا خايف تكون كده. وانا رايي ان ده يبقى في القانون. يعني هي الماده محتاجه اختصار سطرين فقط لا غير، زي كل دساتير العالم اللي احنا بنطلع عليها. الماده الاخرى اللي هي 77 اللي هي مدتين، دي عايزين نعيد النظر فيها. يعني هم قالوا 4 سنين لمدتين. يعني مده ثم مده اخرى. انا ضد 4 سنين دي، لان احنا كده بنعمل فيه مشكله انتخابيه. بتيجي انت مثلا مجلس المحلي 4 سنين، مجلس الشعب 5 سنين، رئيس الجمهوريه ب 4 سنين، مجلس الشورى ان بقي 6 سنين وبتجدد كل 3 سنين. احنا في انتخابات مستمره. ده مش موجود في اي نظام في العالم. ما حد يقول لنا جايبين الكلام ده منين. في حاجه اسمها سنه الانتخابات وخلاص، ونقفل الصفحه ونبدا نشتغل بقى عشان نطور. طب ما تعدي الباقي يعني ظبط الباقي على 4 سنين. فاهم انا. انا اقول لحضرتك، يا نبقي على مجلس الشعب ينزل 4 سنين، يا رئيس الجمهوريه يبقى 5 سنين مرتبطه بمجلس الشعب. وهم عملوها في فرنسا كده 5 سنين كله مع بعضه في سنه واحده. اللي بيدخل مثلا احنا نعمل اشهر الانتخابات. مش انت عملت تحت اشراف قضائي؟ ايوه. وكانوا في حجتهم لما لغوا الاشراف القضائي قالوا بيعطل دولاب العمل القضائي. طب يا سيدي احنا نعمل الانتخابات كلها في اشهر الفراغ القضائي اللي هو اشهر الصيف. يبقى عندي 7 و8 و9، بعمل في 7 انتخابات مجلس محلي، بعمل مجلس الشعب بس انا ضد الشورى طبعا في شهر 8، بعمل في شهر 9 انتخابات الرئاسه. كل الشغل من اول 10 خلاص عشان ننظم دولاب العمل. نقعد 5 سنين فاضيين للرقابه والتشريع، كلنا شحن معنوي للناس كلها. انما اجي 4 سنين وسايب مجلس الشعب 5 سنين ولسه شهور 6، ده كلام انا اعتقد. طيب دي المادة 76 في خلل. ده 77 77 مادة 77 كده. عشان كده احنا محتاجين تناسق. لكن انا طبعا مع المدتين ومع تحديد المده بس حسب انا رايي ان هي 5 سنين، ومجالس المحلية تبقى 5 سنين، ومجلس الشورى ده يتشطب، ومجلس الشعب 5 سنين. ده الملاحظات الاساسيه اللي عندي. طيب ملاحظات حضرتك. انا حضرتك